أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي صباح الخير يا قدس، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من القدس. فقرتنا لهذا اليوم متنوعة ومختلفة، طبعا نحن أيام قليلة تفصلنا عن ذلك اليوم التاريخي الهام، 20 من الشهر الجاري، ثم 23 الذي سيلقي فيه السيد الرئيس خطابا هاما أمام الأمم المتحدة، وفيه يطلب الاعتراف ونيل الاعتراف بدولة فلسطين، الدولة رقم 194 في الأمم المتحدة. كل الأنظار تتجه إلى هذا الحدث التاريخي. هذا الموضوع طبعا سنتوقف عنده وانعكاسه على الوضع بشكل عام وعلى مدينة القدس بشكل خاص، مع عطوفة المحافظ عدنان الحسيني وقضايا متنوعة أخرى. قضية التربية والتعليم ستكون حاضرة معنا، خاصة بعد تغيير المنهاج ومحاولة بلدية الاحتلال الإسرائيلية فرض منهاج تعليم على أبنائنا في مدينة القدس، وقضايا طبعا ستكون معنا فقرات متنوعة ومختلفة. ولكن نبدأ بالحدث الأهم باعتقادي، وهو سياسة الإبعاد المتواصلة ضد نشطاء في مدينة القدس. عدنان غيث كان قد أبعد من مدينة القدس لفترة طويلة، ثم طبعا عاد إلى المدينة ومن جديد تقوم سلطات الاحتلال بإبعاده مجددا. أرحب بك عدنان غيث، أمين سر حركة فتح في سلوان، أسعد الله صباحك. صباح الخير لك، صباح الخير هذا المنبر الهام جدا الذي يتحدث بلسان حال المقدسيين. صباح الخير إلى أسرانا البواسل، صباح الخير إلى عوائل شهدائنا الأبطال، صباح الخير إلى كل فلسطيني في كل أماكن تواجده. صباح الخير لكم جميعا. وطبعا بداية، أولا تحدثنا عن فترة الإبعاد وما الذي حدث بعد أن انتهت هذه الفترة. نعم، في الحقيقة هو كان إبعاد بأمر من وزير الأمن الداخلي والحاكم العسكري للمنطقة الوسطى بحجج واهية تحت ادعاءات التحريض وإلى آخره، وكان هناك قرار بإبعاد لفترة 4 شهور خارج مدينة القدس وضواحيها. ابتدأ هذا الإبعاد بتاريخ 12/1 لعام 2010 لعام 2011، ومن ثم تم تمديدي لفترة أخرى ل4 شهور أخرى في بعد انتهاء الفترة الأولى. انتهت هذه الفترة قبل يومين، وفي الطبيعي عدت إلى مدينة القدس، بلدي وموطني ومسقط رأسي. لم يرق للإسرائيليين عودتي إلى هذه المدينة، وقاموا باستدعائي مرة أخرى إلى مراكز التحقيق، وهناك حاولوا أن يعرضوا علي بأن أخرج طوعا من القدس لفترة 3 شهور من سلوان تحديدا، ورفضت ورفضت هذا الطلب. وفي النهاية قاموا بتوقيفي لفترة 24 ساعة على لحين خروجي إلى المحكمة، وهناك تم اتخاذ قرار بحقي بدفع غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، وأن يتم إبعادي عن مدينة سلوان منذ يبدأ الإبعاد من تاريخ 19 لهذا الشهر لغاية 10/10، تحت ادعاءات أن هناك أمور قد تحصل ولا يجب أن أكون بهذه المنطقة في المرحلة في الفترة الحالية، يعني تحت بند ربما التحريض الذي بين نعم بالحقيقة دائما يتهموني بالتحريض ويتهموني بالخلل، تأجيج ربما الأوضاع كما يقولون. نعم. هل الآن أولا نريد أن نتحدث، نحن شاهدنا قبل قليل الصور واللافتات في سلوان والاستقبال الذي كان هناك أبو عدي، ونحن نشاهد هذه الصور الآن هنا. أولا كيف كان استقبال الأهل في سلوان لكم بعد العودة؟ الحقيقة هكذا تعودنا على المقدسيين وعلى أهل القدس وعلى بلدة سلوان الطيبة الطاهرة بأهلها، الأوفياء دائما لمناضليهم، الأوفياء لكل إنسان يتحدث كلمة حق بحق مدينة القدس. استقبال كان برغم الفرحة إلا أنه كان منقوصا. في الحقيقة دائما نحن والفلسطينيون تنقصنا الفرحة بسبب أن الاحتلال الجاثم على صدورنا جميعا، بسبب أن هناك أكثر من 7000 أسير فلسطيني يقبعون داخل بستلات الاحتلال النازي، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم وعلى مدار 24 ساعة بهجمة شرسة لهذه المدينة في محاولة تهويدها وأسرتها. وآخر شيء كان كما تحدثت أخي الكريم حول
الخطة الجديدة لتغيير المناهج التعليمية في مدارسنا الفلسطينية في مدينة القدس. إذن الهجمة هي ليست لا يعني لا تقف عند مجرد فقط إبعاد أهل القدس، وهو طبعا عامل هام جدا بالنسبة لهم يعني أن تتاح لهم الفرصة للتحرك في هذه المدينة كما يشاءون، ولكن أيضا هناك أساليب أخرى كثيرة تنتهجها سلطات الاحتلال. الآن خطورة هذا الموضوع، يعني هل أيضا مثلا استشرتم قانونيين، هل يحق للاحتلال مجددا أن يجدد هذا الإبعاد، وما الهدف من وراء ذلك؟ دعنا نتحدث بصراحة في هذا الموضوع، لا يحق للاحتلال أن يتخذ أي إجراء بحق المواطنين الفلسطينيين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي سيظل يسعى دائما إلى اتخاذ كل الأساليب الإجرامية والشنيعة والبشعة بحق الفلسطينيين وبحق المقدسيين بشكل خاص، لأن هناك صمت دولي وصمت عربي اتجاه هذا التعسف الإسرائيلي. لا يوجد من يكبح هذا الجرم الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، خاصة في القدس. نعم، تحديدا في القدس أخي الكريم. القدس بصراحة دعنا نتحدث، القدس مستهدفة، الحجر والبشر والشجر وكل من يتحرك بالقدس مستهدف. ممنوع على أي مقدسي أن يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية وعن حجم الإجرام الإسرائيلي، وكل من يتحدث عن ذلك هو بنظر الأمن الإسرائيلي وبنظر الحكومة الإسرائيلية إرهاب. وفي الحقيقة العالم يتطلع ويرى الإرهاب الحقيقي، من هو الإرهابي؟ من يفلت العنان للمستوطنين لقتلة الأبرياء، من هو الإرهابي؟ الإرهابي هو من يقول لا لهدم المنازل، لا لهذه الإجراءات التعسفية بحق أسرة وتهويد المدينة والمقدسات، أو من يقوم بفلت العنان لهؤلاء رائع المستوطنين لارتكاب المزيد من أعمال الإجرام والبطش بحق شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. نعم، الآن بعد هذه الفترة الطويلة من الإبعاد وربما أيضا تجديد الإبعاد من جديد، طرحوا عليكم 3 أشهر رفضتم ذلك، هل من طرق قانونية ستقومون بها، أو ما هي البدائل الأخرى الموجودة لديكم والمتوفرة لديكم؟ يعني الحقيقة أخي الكريم الإبعاد في هذه المرة هو فقط عن منطقة سلوان وليس عن مدينة القدس. يعني أنا أستطيع أن أكون في مدينة القدس، ولكن ولا تكون في بيتك يعني. نعم، ولكن لا أكون في بيتي وفي بلدتي سلوان. الحقيقة المحامي الذي أشكره من خلال هذا المنبر الأستاذ رامي عثمان، الذي كان ووقف لجانبي دائما، ووقف أيضا لجانب العديد من المقدسيين الذين تعرضوا للاعتقال على أيدي الحكومة الإسرائيلية، أشكره جزيل الشكر على هذا المنبر، وأقول أنه هو الآن هو يتابع الملف القانوني وهو جدير بالثقة وأنا أثق به تماما، وما سيتحدث به الأستاذ رامي عثمان وما سيصل به من هذه الناحية أنا سألتزم بآرائه القانونية. نحن أيضا نوجه له الشكر رامي عثمان ولكل المحامين الذين يتبرعون ويساعدون في قضايا أهلنا في مدينة القدس. نريد أن نبقى في نفس الموضوع، ولكن باختصار شديد نهاية، هل تراهنون أيضا على الجمهور المقدسي، على أهالي سلوان في تحرككم هذا؟ يعني في الحقيقة إذا أردنا أن نقول عن المقدسيين وعن أهالي سلوان، هم الأجدر في أن نراهن عليهم في كل محك صحيح تمر به قضيتنا الفلسطينية، يمر به شعبنا الفلسطيني في أكثر من محك وفي أكثر من انعطاف في قضايا القدس وفي مجمل القضايا الفلسطينية. كان دائما المقدسيون يقفون على المحك، وكانوا دائما يتحدون كل هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي يسعى من خلالها الحكومة الإسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية في هذه المدينة. نعم، أنا أقول أننا نراهن كثيرا على المقدسيين بكل محطة نضالية في هذه المدينة المقدسة. نعم، ونحن نتمنى لك دائما السلامة، وحمد لله على السلامة من جديد، وأشكر جزيل الشكر عدنان غيث أمين سر حركة فتح في القدس، والحمد لله على السلامة. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى فاصل ثم نتابع بقية فقرات صباح الخير يا قدس.